هيدا ولدي هيدا هيدا ولدي قالوا له حريص غريبين حيو هيدس 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 هيطلع تعبوا من قريب بوليس سكون دريس سكون دريس لا راه صحه مو شوي في قناة منبر 24 مكتوب الآن مباشرة من درب الإنجليز بمنطقة الدار البيضاء حريق مهول كان ضحية ديالو شاب مقصد الأمر هذا هو المنزل كيف مكتوب متتبع قناة من 24 دور الوقاية المدنية ورجال الإطفاء كيف مشونا مباشرة من قلب المدينة القديمة بدرب الإنجليز هذا هو المنزل اللي تحرق كما تشوفوا مشبيع قناة من 24 الله يرحم اللي مات كاين انباء كدل على وفاة الشاب مقصد العمر بقى ما عرفناش واش الخبر صحيح ولا لا كيف مشي متشبع قناة من 24 حريق مهول بمنطقة درب الإنجليز المدينة القديمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنباء كدل على وفاة شاب في مقتدى العمر
حضور رجال الإطفاء والشرطة العلمية والمسؤولون بهذه المنطقة، منطقة الدرب الإنجليز الدار البيضاء. هذا هو المنزل يقع فيه الحادث الخطير. حضور رجال الإطفاء ورجال الأمن ثاني عيد وقعت الجريمة التاريخية. هذا هو الباب الجيران مو يتعاون يخفوا النار غير من جل الحالة المدنية. كما كتشوفوا الان باقي الجثه ما خرجاتش لحد الساعه.
إن لله وإن إليه راجعون. مشو بوطا من الحجم الصغير بوطا من الحجم الكبير هوني كانوا في الدار. نمشيو الان، هذا هو الباب، الباب ديال الدار اللي كان فيه الحريق. ان لله وان اليه راجعون. كما كتشوفوا جبوطات صغار، جبوطات صغار وبوطه كبيره. بالنسبه للناس اللي كتسول المكان ديال المدينه القديمه درب الانجليز بالمدينة القديمة، إن لله وإن إليه راجعون. Come on, 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 come on